بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكم كامل بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل مهنيين. اليوم راح ندير معكم أسهل يعني تحلية، سواء ضيوف الغفلة ولا للشهر الكريم الفاضي اللي راهو على الأبواب. تاني تقدروا ديروها كلمجة للأطفال تاعكم، يعني تحلية من أسهل ما يكون، والبنة تاعها تخرج ما شاء الله. هي تحلية الكابريز. نبدأ على بركة الله. بسم الله، عندي لهنا 60 حبة تاع الكابريز. هذه هي الكابريز، حلوة بالكراميل، راهي تتباع بارتو. نحلها هكذايا، نحيلها الكارت تاعها هكذا، نحكمها نحلها، نحيلها كامل هذاك الغلاف تاعها. وعندي تاني لهنايا زوج كيسان تاع الحليب، عندي كيس تاع الفلون دوق كراميل، عندي مغرف تاع النشا تكون هكذا مليح بومبي معمره مليح مليح. وعندي لهنا البسكوي. هنا البسكوي لازم تختاروا اي نوع تاع البسكوي، المهم يكون محشي لداخل باي كريمه، سواء حبيتوها شوكولا ولا فاني، لازم يكون عنده حشوه لداخل باش تجيكم هذه التحليه تاني تبنينه اكثر واكثر. تحليه يعني سهله مهله. نبداو على بركه الله. بسم الله، واش ديري؟ تحكمي هذيك الكابريز، فيها دوك زوج كيسان تاع الحليب اللي قلت لكم عليهم، تحطي كامل الكابريز تاعك، تزيدي قرصه تاع الملح لتعديل الطعم، نزيدو هذيك المغرف تاع النشا، ونزيدو الباكي تاع الفلان. وهنا قبل ما تديها فوق النار دوك نحكمو شويه تاع الحليب، نشمخو فيه البسكوي تاعنا ونحطوه في الريسيبيون اللي راح نقدمو فيه هاد التحليه. هنا حكمي طبيسي اللي راح تقدمي فيه التحليه تاعك، تقدري تخدميها هكذا بالسيرسو كيما تقدري ديري. درت لكم عفسه ديجا اللي ما عندهاش هاد لي سيرسو وعندها مول مونكي، لي مول هادوك تاع مسكوتشو مونكي، تقدر تنحي هذاك لو تور تاعو تخدم فيه. ولي ما عندهاش كامل تقدر دير اطار هكذايا بوسمو بابيي الومنيوم، كنت درتها ديجا معاكم من قبل في القناه. انا قلت لكم لازم البسكوي يكون هكذا محشي لداخل، اللي فيه كريمه لداخل، اي نوع يحبوه افراد العائله تاعك. حكمت لهنا 4 كاس تاع الحليب. نبدا نشمخ مليح هذا البسكوي تاعي، شمخيه مليح مليح وبلاصيه في المول تاعك. بسم الله، هنا بعد ما استفت البسكوي تاعي داخل الاطار ديالي، نحكم دوك البانان ونزيد نستفو من الفوق. سمحوا لي لهنايا كنت ما ذكرتوش في المقادير. انا بعد ما حطيت البسكوي والبنان داخل الاطار، نوليو لهنايا للكريمه اللي درناها. دوك نخلطوها هكذايا مليح على جال النشا باسكو يحبط لتحتها، حطيها فوق الفرن وقعدي تخلطي هكذايا حتى تحصلي على كريمه. نار تكون تحت المتوسط، ما تقويلهاش النار هكذا باش تطيب لك هذيك النشا وتجيك بنينه. دوك انا لهنايا نسيي نبردها شويه ومن بعد نحطها فوق البنان تاعي هكذا باش ما يطيبليش البنان، تجيني التحليه بنينه اكثر واكثر. دوك نبردها شويه بصح ما نخليهاش تجمد.
عبين نحيل هذيك السخانة اللي بزاف ومن بعد نحطها فوق البنان. بعد ما تصبي الكريمة تاعك خليها لهنا دوك تبرد شوية فوق البلان طرافاي، من بعد حطيها داخل الثلاجة حتى تبرد تماما ونشوفوا النتيجة الأخيرة مع بعض. هنا بعد ما بردت لي التحلية تاعي دوك نسي نحيلها الإطار تاعها، نحكمو قبل الموس نجوزو كامل على الجوانب هذوما. نحاول لهنايا نحي غير بالعقل برك، فيما يخص التزيين لهنا يبقى اختياري. تقدري ديري خطوط شوكولا برك، كيما تقدري ديري خطوط الكراميل، كيما تقدري طلعي شويه تاع لا شانتيي وديري لي روزاس كامل كامل هاد لوتور، وتحطي لهنايا كامل لوتور شويه تاع رقائق اللوز ولا الكاوكاو. انا راح نخلي قلت لكم التزيين بسيط، عندي لهنا شويه تاع لي بيبي شوكولا باش نكسر اللون، نرمي هكذايا برك من الفوق. عندي هاد البسكوي اللي يشبه اوريو، نزيد نحطو تاني لهنايا القرمشه، ودرالي يحبوا هاد الحوايج. ومام دوكا في المطاعم يعني الفاخره يقدموهم بهاد الطريقه. وفي الاخر كامل كيما قلت لكم شويه تاع الكراميل ولا شويه تاع الشوكولا كيما تحبوا. في الاخير هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تعجبكم. هكذا يقدموها في المطاعم كيما تقدروا. قلت لكم نزيدوا شويه لهنايا للقرمشه، شويه تاع رقائق اللوز ولا الكاوكاو. انا لهنا ما حبيتش نزيد لها لا لا شانتيي لا الكاوكاو، هكذا راهي مليحه ديجا تخرج ما شاء الله. دوك نسيي نقسم معكم طريف هكذا باش نشوفوا النتيجه الاخيره. بسم الله. وهاي ليك النتيجة الأخيرة كتشوفوا فيها، هذوك الطبقات لهنايا تاع البسكوي تاع البنان ولهنايا تاع الكريمة تاعنا، صدقوني تخرج من أروع ما يكون، فيها واحد البنة روعة روعة. شوفوا لهنايا تقسم فاسيلمون، شوفوا كيفاش تجي تخرج ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يعجبكم. أبقى غير نقولكم كي العادة ديروا جيم لا فيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد تاعنا، بارطاجيو هذه الوصفات مع الأصدقاء والأقارب. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله.